يستكمل فريق شبيبة الصورة الجاهزية لمواصلة المغامرة الإفريقية، والضيف هذه المرة اتحاد طنجة المغربي. الطاقم الفني بقيادة نبيل نغيز يستهدف الاسترجاع من سفرية أبيدجان منذ أيام، والابقاء على ذات العزيمة في إسعاد الأنصار بمدرجات ملعب 20 أوت ببشار. إدارة واقفة على قدم وساق باش تهيئ للطاقم الفني واللاعبين الظروف الملائمة باش إن شاء الله الجور الجاي نهار الماتش يكونوا واجدين، المجموعة تكون واجدة على أتم استعداد للمقابلة اللي غادي نلعبوا الشوط الأول هنايا في ملعبنا، والشوط الثاني غادي يكون في ملعب الخصم المنافس. روح جماعية مرتفعة وتركيز عال، وفيما تبدو الآمال جماعية تبقى الإرادة الفردية عاملا مهما لكل لاعب للذهاب بعيدا في مثل هذه المنافسات الإفريقية. ما يخفالكش رانا دوك نلعبوا في مستوى عالي رابطة أبطال إفريقيا، لعبنا باللقاء ما راحش يكون سهل ضد فريق اللي عندنا معلومات عليه وشفنا كالكو فيديو عليه، عندهم لاعبين يمتازوا بالمهارة. هذا الشيء ماشي خلينا ناخذوا اللقاء كما نقولوا بسهولة، راح ندخلوه بجدية وإن شاء الله نكونوا على طول لو جور دو ماتش باش نزيدوا نجوزوا إن شاء الله الدور القادم إن شاء الله. نظن انه لاعبين راهم عازمين، طاقم اداري طاقم فني كل راهم جندين انه باش المقابله هذه تكون مقابله تاريخيه، ورانا غادي ندخلوا ان شاء الله بها للتاريخ، ورانا نحضروا بها ان شاء الله كما قلت لك، رانا مركزين جيدا لهذه المقابله. نتمنى ان شاء الله الجمهور كما مداري ساعدنا في المقابلات اللي فاتوا انه يكون هذا الاخص هذه المقابله، انه نسحقوا الجمهور تاعنا وين كما المقابلات اللي فاتوا يزيد يعاوننا اكثر باش ننجحوا في هذا العرس ان شاء الله. شبيبة الصورة عينها على الإيقاع بضيفها الجار بنتيجة تجعل نسور الجنوب يحلقون في سفرية لقاء العودة بعيدا عن الضغوط.